ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. تحية الإسلام منا إليكم مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليكون مبشرا ونذيرا، وجعل فيه أسوة لمن كان يرجو لقاء ربه وذكر الله كثيرا. يشرفنا اليوم أن نطل عليكم من خلال هذه الليلة المباركة، ليلة ازدياد سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنحلي عليكم سهرتكم مشاهدينا الأعزاء بأجمل الأغاني الدينية تمجيدا لخصاله صلى الله عليه وسلم، وسنشعل الشموع في كل بيت من بيوت الجزائر لنلقي الضوء على الجانب الجمالي الرائع والبعد الروحي الخالص للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة في قلوب كل الجزائريين. والآن أريد أن أرحب بزميلتي إيناس المنورة معنا اليوم. مساء الخير عليك إيناس. صحة مولدك. صحة مولدك انتيا وكامل المشاهدين اللي عم يشوفوا فينا، صحة مولودكم على الأمة الإسلامية إن شاء الله جمعاء. وأنا بدوري أحب أني أحيي تحية الإسلام، تحية السلام، سلام لكل مشاهدينا. يسعدنا أن نطلع عليكم في هذه الأمسية المباركة، ليلة مولد خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ودون إطالة أحب أن أرحب بالضيوف الحاضرين معنا في هذه الأمسية. على يميني الأستاذ الدكتور والإمام الأستاذ عبد الكريم أحمد، مرحبا بك أستاذ وشكرا على حضورك. وطبعا إذا قلنا المطبخ القسنطيني أو الأصالة ولا الموروث القسنطيني الإبداع، نقول سيدة الطبخ القسنطيني وسفيرة المائدة القسنطينية السيدة نصرة فصيح، مرحبا بك سيدة. مسرورين جدا لأنك معنا اليوم. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله أنا اللي يعني مشكورة جدا، شكرك جزيل الشكر على هذا الاستضافة القيمة في هذا البلاطو البهيج، هذا البلاطو الذي يرمز بتاريخ وأصالة مدينة قسنطينة، وشكرا. شكرا لك سيدتي. إذا مشاهدينا دون إطالة نروح وإياكم نتابعوا هذه الورقة من إمضاء زميلتي لحو الدنيا في حول نور الهدى، تفضلوا. يا أيها المبعوث برحماتي ومنزلا باليمن والبركات صلى الاثنين الثاني عشر ربيع الأول من عام الفيل أشرقت الدنيا بميلاد سيد الخلق خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فيعود نسب الرسول إلى قبيلة قريش. ومن المعروف أنه ولد يتيم الأب، فقد توفي والده عبد الله بن عبد المطلب وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي جعل الله الشهادة بنبوته ركنا من أركان الإسلام، كيف لا وهو الذي حظيت أمته بالتكريم فوق باقي الأمم. سيظل مولد النبي يوما شاهدا على أعظم ذكرى في تاريخ الأمة الإسلامية، فهي مناسبة تحيي فينا الشوق لنبينا وتحفزنا على العبادة والذكر والعمل بسنته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا مشاهدينا الأعزاء كانت هذه ورقة بخصوص المولد النبوي الشريف، والآن نلي إلى الشيخ والإمام، مرحبا بك معنا. يرحب بك الخير، الله يجزيك خير. أستاذ أحمد عبد الكريم. نعم. يقول الله تعالى واسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. إذا هي ذكرى عزيزة وغالية على قلوب كل المسلمين، 12 ربيع الأول من عام الفيل هو مولد وازدياد الرسول عليه الصلاة والسلام، نريد أن نركز على هذا التاريخ بالتحديد من أجل استحضار القليل من سيرته الذاتية صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وبعد نشكركم على هذه الاستضافة في هذه المناسبة الكريمة الطيبة، والحديث حول سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وهديه الطاهر. الله تبارك وتعالى تكرم على البشرية جمعاء أن
بعث إليهم نبيا وأيده بالوحي. هذا النبي الكريم الذي بعث على حين فترة من الرسل، فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيرنا المعاصر نستطيع أن نقول أنه كان في الوقت المناسب، في الوقت الذي كانت البشرية تعيش جاهلية، كانت البشرية تعيش في ظلام دامس، فتكرم الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى هذه البشرية أن أنقذهم بهذه الرسالة المحمدية الخاتمة. نعم، كان ثمة أناس عقلاء، منهم من كان يستنكف ويبتعد عن تناول الخمر مثلا، ومنهم من كان ينوء بنفسه ويبتعد عن بعض المنكرات، لكن غالبيتهم كانوا يعيشون في ظلام وفي أمية، وكان الفقر مستشر وكان التخلف. فشع نور النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وجاءهم بدين حنيف يتماشى مع الفطرة، يلبي احتياجات النفس البشرية، دين حنيف يحل فيه حل لجميع المشكلات التي كانت تعاني منها البشرية أنذاك. أعطى لكل ذي حق حقه، بين الحقوق وعين الواجبات. الدين الحنيف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو كل الرحمة، هو كل الحكمة، هو كل العلم، هو كل السلام والأمن والأمان. أكيد أستاذ، في مناسبة أو في مناسبة يعني تجينا كل عام مرة في العام، على بالنا أنه الاحتفال بالمولد النبوي عنده طعم خاص، يعني خاصة أنه بكري كانوا يكرموا حافظة القرآن، وكانوا الأطفال يشاركوا في حفظ القرآن، لكن ما نراه اليوم ربما يعني نقصد شوية أنه الأطفال يتعلموا القرآن ولا. إذا تحدثنا عن ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما نقصد ونعني بذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء والفرح بمولده عليه الصلاة والسلام لا يكون أبدا ببعض المظاهر السلبية وببعض الشكليات كظاهرة المفرقعات التي ضررها أكثر من نفعها. ونستطيع أن نقول أنه لا نفع فيها ظاهر، ففيها إسراف للمال، وفيها ربما اعتداء على الناس، وفيها ترويع للآمنين، وفيها يعني نعم إذكاء للعنف، يعني تنمي في الأطفال والناشئة نوعا من يعني هي ألعاب نارية إن صح التعبير، فيها من الخطر ما فيها. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتأتى بطاعته عليه الصلاة والسلام. فأحب أو ما يلزم وما يؤمر به الأولياء حيالة وفي هذا الموضوع هو أن يقصوا على أبنائهم على الأقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلموه شيئا من أخلاقه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال، كان يجالسهم بجنبه، كان يمسح على رأس اليتيم، كان عليه الصلاة والسلام يجعل من الأطفال أنهم يحسون أنهم كبار، كان يستشيرهم. نذكر في هذا الصدد قصة صحيحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مجلس فقدم إليه قدح إناء فيه لبن، وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة، شيوخ الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم، وكان في حضرتهم غلام صغير أو صبي أو طفل كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن تناول حظه عليه الصلاة والسلام من اللبن، استشار ذلك الصبي وقال له: هل تأذن لي أن أعطي لفلان أو فلان من الكبار، يعني تبجيلا. فيفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتقر هذا الطفل، ولم يعني كأنه غير موجود أصلا، إنما جعل له قيمة واستشاره واستأذنه. وهذا الطفل كان ذكيا وكان راجح العقل، فقال له: يا رسول الله، ما كنت لي أدع حظي منك لأحد. فلم يعني لم يوافق، أبدى رأيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الأطفال، كان يسلم عليهم
كان يسأل عن حالهم، طفل صغير يلعب بطير أو حمامة، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير كان يلقب به ذلك الطير أو الحمامة التي كان يلعب بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الطفل الصغير وهو يصلي بالناس فيخفف في الصلاة ويتجوز فيها رفقا بأمه ورفقا بهذا الطفل الذي ربما يحتاج إلى أن يرضع وما شابه ذلك. إذن كما ذكرت الأخت الفاضلة أن احتفاءنا وفرحنا وسرورنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نتذكر من خلاله أصالتنا ونتذكر من خلاله عناصر هويتنا. فمن الأمور التي نحافظ بها على الأصالة هو تحفيظ القرآن الكريم للناشئة، تعليمهم كلام الله عز وجل. وفي ذلك يقول عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، رسالة وهو كتاب مشهور في الفقه، يقول: أن أهم ما على ولي الطفل أن يجنبه رفقاء السوء وأن يعلمه حروفا من القرآن. فالذي يسبق إلى قلبه ويسبق إلى عقله آيات من القرآن الكريم مهما ربما في صباه أو في مراهقته قد يتأثر بسلبيات معينة أو بسلوكات معينة، لابد أن يأتي يوم ببركة القرآن الكريم يأتي يوم أن يرجع إلى أصله وأن يسلك طريق الرشاد ويبتعد عن طريق طريق الغواية والضلال. شكرا لك سيدي، شكرا لك أستاذ، حديثنا معك شيق. بوركتي، صحة مولدك وصحة مولد دعك. موفقين إن شاء الله، ونتمنى لبلدنا الجزائر ولوطننا ولجميع أسرنا وأهالينا، نتمنى لهم الأمن والهناء وأن ينعموا بوافر الصحة، وبارك الله فيكم. بعد الحديث الشيق مع الأستاذ أحمد عبد الكريم نلتقي وإياكم بعد الفاصل. إذن مشاهدينا أمسيتنا مازالت متواصلة وإياكم، وفي كل مرة تطل علينا هكذا مناسبة دينية تتزين أسواق قسنطينة على غرار باقي أسواق الجزائرية بكل ما لد وطاب من مأكولات تقليدية، طبعا هذا من أجل إعداد مائدة جزائرية لتتلم فيها كل العائلة احتفاء بذكرى مولد خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طبعا نديكم تشوفوا معنا أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيف يتم التحضير له في شوارع قسنطينة العريقة، ثم نعود بعد ذلك. لا تزال العائلات الجزائرية تحافظ على العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثتها الأجيال عبر الزمن لإحياء ميلاد خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هو 12 ربيع الأول من كل سنة، كما جرت العادة أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الدينية بشراء مستلزمات خاصة وإعداد مأكولات تقليدية وحلويات في مظاهر احتفالية بهيجة وعادات أصيلة. تتميز ولاية قسنطينة على غرار باقي ولايات الوطن بتقاليدها الخاصة للاحتفاء بهذه المناسبة، فبعد شراء كافة المستلزمات من عنبر، بخور وحناء، تحرص ربة البيوت على التفنن في إعداد وجبات العشاء التقليدية كالتاريدة الشخشوخة القسنطينية، وتزين الطاولات وسط الضال لتجتمع العائلة على مائدة واحدة تحت ضوء الشموع. نهار المولد في قسنطينة الزوي يبخروا لهم المساجد ويخرجوا له الأطفال، وكان يديروا لهم العظام ويحفظوا القرآن، وكاين واحد السول ما كانش في أي منطقة، سويقة عنده طعم خاص، يديروا الناس تخشوخة تريدة، يديروا تريدة تاع الطاجين، الشواط معروفة قسنطينة، كان يذبح السرادة، كان الدان معروفة بستين، ونهار خدوة العيد كيزاد النبي عليه الصلاة والسلام، المولد تاعو كيزاد، يديروا الطمينة، كان يطهر الأولاد، كاين واحد الأمبيونس كنا نعيشوه كري في الصغر، ومازال خاصة في قسنطينة، فقسنطينة الأحياء تاعها الشعبية، وعام سعيد، ووالد محمد والكائنات ضياؤه، هذا النبي تاعنا نحتاج نديروا له أكثر من هكا.
أما في اليوم الموالي فيقمنا بتحضير الزرير أو الطمينة لوجبة الفطور احتفالا بمولد المصطفى خير الأنام في صورة تعكس حفاظ العائلة القسنطينية على تقاليدها الراسخة. النبوية نديروا الشمع نديروا العنبر الحنة يحنيوا الدار العائلات العشاء هذه لازم عندنا احنا عندنا النفطة احنا نقولوا لها وكان الحوايج كاين الناس يشريوا كيما نقولوا الثريده يشريوا الشخشوخه يشريوا التقاليد تاع بكري هذه نديروا التريده هذيك تاع الطاجين ويجيبوا اللحم كانوا بكري يذبحوا احنا كنا في الدوار بنتي نهار المولد يذبحوا يديروا المشارح تاع اللحم ويجيبوا لنا القف تاع اللحم وحنا نديروا التريده تاع الطاجين وحفروها هي بنتي مع الاولاد بنتي يشريوا المشمع المحارك هكا نديروا الحنة نديروا هي الأولاد نديروا الكبار يحني وتاني قادرين بمناسبة هذا المد النبوي نتمنى للأمة الإسلامية تكون أمة سعيدة إن شاء الله وتكون مستقرة. وعلى الرغم من هذه العادات والطقوس فإن كثيرا من علماء الدين يستقبلون المولد النبوي الشريف مع قدوم غرة ربيع الأول بإلقاء الخطب والدروس في مختلف المساجد فيحذرون فيها الناس من البدع والخرافات والمخالفات الشرعية ويؤكدون على تربية النشأ على أخلاق الرسول واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين عبر قناة الباهية تي في ودك التحق بنا الفنان الشاب حمزة القش مرحبا بك حمزة. مرحبا بك أخت بشرى مرحبا بكم كل قناة الباهية تي في صحة مولودكم توما زاني كل عام وانتم بخير. إذا نبدأ معنا في جو المولد بدينا نحكي معاك وبدأ بينا بدأ تحكي لنا على المولد وأجواء اللي تعيشها نتايا في قسنطينة. والله المولد النبوي هو كما نعرف هو يوم مقدس لكل المسلمين ونحتفلوا به كل عام لأنه مولد سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كفنان نحكي بصفة كفنان راح نحتفلوا به كما كل عام نقوموا بحفلات دينية نقوموا بمسابقات فكرية كان للأولاد كاين اللي يديروا ختان جماعي كاين اللي يديروا اسم أي حاجة متعلقة بالمولد. إذا حمزة أنت يا شاب متألق في الطابع القسنطيني والعيساوي أكيد ندور أنا شوية المدام نصيرة فصيح سيدة نصيرة راح نحكي بشوية على لما نقولوش الجزائرية نقولو القسنطينية وحنا في يوم يعني مبارك ويوم عظيم كيفاش تحتفل العائلة القسنطينية خاصة في هذا اليوم وكيفاش يكونوا التحضيرات يعني من قبل في قسنطينة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أتقدم بتهانية الخالصة لكل العائلات العربية والمسلمة والجزائرية والقسنطينية بدون استثناء على هذا العرس الديني البهيج اللي نحتفل به يعني ككل سنة وأتقدم بأحر التهاني على محطة الباهية تي في اللي حطت رحالها هنا في مدينة قسنطينة ونشكرها جزيل الشكر على هذا الانتباه القيم اللي احتفلت هي يعني ايضا بهذا العرس الديني البهيج. انا كربة بيت وكسيدة مطبخ قسنطيني يعني راح يكون التحضير تاعي ككل ربة البيوت ماذا بيا نولي شويه لورا المولد النبوي الشريف كيفاش كان يحضر في مدينة قسنطينة. مدينة قسنطينة كما نعرفوها يعني مدينة مضيافة، مدينة الجسور المعلقة، مدينة الدين، مدينة العلماء العلمي والتراث، بلا ما ننسوا هذا التراث العريق، التراث الجميل الذي يغوص في تاريخ مدينة قسنطينة، وهي تتميز بكل يعني فنونها وعندها فنون جميلة وبالأحرى فن الطبخ الأصيل. نشوفوا يعني العائلات بكري في مدينة قسنطينة كيفاش كانت تحتفي به. كانت تحتفل يعني بالسمانة كما نقولوا يعني نتكلم بالدارجة باش يعني كما نقولوا لو ميساج باس تري فيت. كانوا سمانة قبل يحتفيوا بهذا المولد النبوي الشريف وخاصة في ديار عرب، ديار عرب هو اللي كان يعني المولد عنده نكهة وعنده سيمة من سيمة التحضر.
كانوا يبيضوا يعني كما نقولوا، كانوا يسيسوا، كانوا يجهزوا لباس تاع الصالون يعني، لا للصالون صعيب يبداو الساعه بالبيوت، ومن بعد يحضروا الملابس التقليديه للاطفال، كانوا يحضروا لباس الختان يعني، كانوا يختنوا الاولاد في هذا العرس الديني البهيج. وكانوا يعني الجدات والعمات والخالات اللي هما كبار، هذوك هما اللي كانوا يمدوا نكهة كبيرة للمولد النبوي الشريف، كانوا في وسط الدار وفي المقادم اللي يدير تختوخة واللي يدير تريدة، وكانوا يعني الشيء اللي كان في هذا العرس الديني البهيج كانوا يتآزروا مع بعضهم. كان السني كان متنوع، مثلا انا ندير تختوخة، الاخرى تدير تريدة، الاخرى تدير الشواط، الاخرى تدير الصامطة، الاخرى تدير المفرمسة، والحلويات. كانوا العائلة تاني يديروا يتبادلوا مع بعضهم، يعني يشوفوا باللي أن هذا العرس أنعم، ماشي غير تعاون الجيران ولا حتى الجيران يعني تاع الحومة تاع الزنقة، كانت ربات البيوت يحضروا هذه التختوخة. وكانوا يعني بكري كان الشيء اللي كان حلو بزاف، كانوا يذبحوا سردوك تاع العرب، كانوا يذبحوا دجاج عرب، كانوا فهمتيني. دونك هذا هو أنعم الماضي بين الحاضرين. شو الحاجة اللي افتقدناها الآن في المولد النبوي الشريف، خاصة أنك تحكي على التعاون بين الجيران بين الأقارب؟ نعم، الأقارب زيارة الأرحام. كيف تشوفي اليوم تغير طبق العوام؟ يعني هناك تغير جذري. كيفاش هذا التغير الجذري؟ كما كنت نحكي لك على زمان كيفاش كان، وخاصة في الليل يعني في العشاء يحطوا الناس ولا ربات البيوت أو الحضريات يحطوا السني، كان هذاك السني تشوفيه متنوع من كل الأطباق، يعني نفس الأطباق اللي موجودة عندي موجودة عندك موجودة عند الآخر موجودة عند هذه الصيلة، يعني صيلة الرحم، الصيلة اللي كانت موجودة بين العائلات. حتى يعني كما نقولوا كانوا يخرجوا القصعة للزوي، كانوا يديوها المساجد، كانوا بعض إلى تاني متمسكين بزاف هاد العادات، يحطوا القصعة قدام باب الدار اللي عابر السبيل واللي ما عندوش، يعني شوفي هذا التلاؤم، شوفي هذا كما نقولوا الطعم اللي كان موجود في المولد النبوي الشريف يعني بكري. وكانوا من بعد تاع اللي يديروا الختانة، هذاك اللباس الأصيل اللي يديروه الأولاد، ويجيبوا الأولاد اللي من قدهم تاع الجيران، يجيبوا تاع أحبابهم صحابهم تاع العائلة، كانوا كامل يلبسوهم هذاك اللباس ويديروا الحنة في يوم واحد. نعم، وكان يديروا لهم العظام، بعض العائلات يقولوا البيض أو الدجاج، يديروا العظام فوالا، يديروا البيض وكل واحد يبيضوا له يصبغوا له هذاك البيض نتاعو بلون بلون، وكل واحد يعني كما نقولوا العظمه هذيك ديستيني ا شاكان دو سي زونفون. نشوفوا ثاني البخور، ما كان حتى شيء يمنعكم انكم تكملوا هذا التراث. هذا نعم، هذا هو الشيء اللي كان يميز هذا يعني العيد الديني، هذا العيد البهيج مولد النبوي المصطفى عليه الصلاه والسلام. ونشوفوا ثاني البخور، كان هذاك الكانون كان يدور على الجيران في وسط الدار في البيوت في المقادم، يعني سي فريمون دوماج اللي افتقدنا هذا الشيء، هذيك المجيمره اللي كانت الدور، الشمع اللي كانوا في وسط الدار، الجاوي، المسك، العنبر، يعني شوفوا هذا الشيء هذا كامل مازال يوجد الا في بعض العائلات المحافظه. نشوفوا ايضا في المساجد او في الزوي كما كان يقول البني المحترم، وخاصة في الزوي نشوفوا بلي كانت قراءة البرزنجي، يعني الناس الكبار هما اللي كانوا يحطوا يدوروا معهم الأولاد ويدوروا معهم المصغر باش يحفظوهم القرآن، يحفظوهم على السيرة النبوية الشريفة. وكانت تقام هناك محافل تاع ان كونكور كيف نقولوا مسابقه دينيه لحفظ القران وتكريم هاد الاولاد وينوضوهم على هذيك الاصاله وعلى هذاك التراث وعلى هذاك التاريخ. نشوفوا الفرق بين الحاضر والماضي، تغير تماما، تغير جذري. نشوف مازالوا محافظين على هذا
العادات ولكن ما نشوفوش هذيك العائلات المحافظة ونشوفوا في الزنق في الزنق عرب كما رحتوا للبطحة ورحتوا للسويقة الله يبارك مازالت هذيك يعني النكهة نتاع هذا العيد البهيج هذا العرس عرس المسلمين إذا صح التعبير ولكن يعني كاين بعض من هاد لا جينيراسيون يعني ولو كان بصوره نادره مازالوا يعني كمان حافظين على هذا التراث الديني على هذا التراث اللي ما نقدروش نفتقدوه يعني راهو يغوص في اعماق التاريخ في اعماق التراث وفي حقبه التاريخ اللي رانا قاعدين نمشيو فيها وماذا بينا حنا نخليوها لهاد الاجيال ان شاء الله ونشوفوا هذا التغير الجذري كيفاه اصبح سنقمه يعني هذاك الشيء اللي كنا عايشينه في حب وتآزر ولات نقمه دوك نشوفوا ما بقاتش مفرقعات ولات دي بومب يعني البعض عادوا يستهزئوا من سلبيات الاحتفاء يعني سي فريمون دوماج ان هذا الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه المفرقعات اللي اصبحت تؤدي الى مخاطر تؤدي الى أسماء متنوعة وأصبحت يعني دركا الناس في المستشفيات واللي شيروجيان اللي عادوا يهيئوا روحهم في هاد يعني العرس البهيج أصبح يعني نتأسفوا إلى أن أصبحت الأيادي تبتر وصلنا إلى البتر يعني وهذا الشيء نتأسفوا له نعم نعم العفو يعطيك الصحة سيدة ناصرة فصيح وحنا بدورنا أكيد نقولوا للأطفال ولا نقولوا للأولياء انتبهوا شوية على أولادكم خليوهم يلعبوا في إطار أو في نطاق يعني سلمي وندور شوية لحمزة حمزة نخرجوا شوية من الفن حكينا شوية على حمزة الشاب كيفاش يحتفل حمزة بالمولد نحكي لك كما كنا صغار المولد درك حنا تما كبرنا عاد نحتفلوا به بطريقه خلف كما كنا صغار كل جزائريين يعني كنا نلعبوا كنا النجوم المحارق حنا سني كنا كامل نستعملوهم ياسر صح دركو الناس معك الاولاد خوتنا خوتنا هكا الاولاد هكا الجيران الدنيا كنحتفلوا معاهم درك في هذا لاج كما قلت لك حنا نحتفلوا به دونك عندي جمعيه ثاني ثقافيه هي جمعيه ابدع جمعيه ثقافيه وعندنا ثاني فيه طابع خيري اللي كل عام نديروا ختان جماعي للاولاد نطهروهم كل عائله القسنطينيه نديروا احتفالات كما كانت تقول الاخت نديروا مسابقات دينيه مسابقات فكريه جوائز ما من بعد رانا عندنا صاره فنيه في الإقامة الجامعية في ثلاثة فيها مرحبا بكم كامل مرحبا بكم كامل هكا بعد راح يكون هكا الاحتفال راح يكون فيها حفل فني راح يكون فيها مسابقة دينية راح يكون جوائز راح يكون ديما فيها تخشوخة بيسرية لازم اللي طابق الاصلي لمدينه قسنطينيه ثم ديار كما قلت لك الاحتفال يتواصل بربي ان شاء الله حنا رانا كل عام نعاود ديما رانا نحاولوا ديما نحافظوا على هذا ونوعيوا اي اللي جايين كامل لازم ديما نحافظوا ونوعيهم لازم صح والله في هذا الميدان صح والله الميدان الروحي والصوفي صح بي ديما يبقاو صح حنا والله رانا ديما نطمحوا ديما رانا نخدموا باه كيما قلتي نحافظوا على هذا التراث وعلى ونعاود بربي ان شاء الله على لا يولي يرمموا لنا الزوايا لان الزاويه هي راهي ضر مدرسه قرانيه مدرسه تعلم وتربي روحيه وصوفيه وتربي وتحافظ بزاف على هذا نتمنى ان شاء الله يعاود يولي ويعاود كل ما هو الروحي يعاود يولي لنا ان شاء الله يا محمد بيك فزنا وربحنا وبيك فازوا المحبين يا محمد بيك فزنا وربحنا وبيك فازوا المحبين يا محمد علمتنا ترقى زينا ودورت بينا صورة حصين واللي حب الله يا محمد
واللي يحب الله يا محمد يوم المحشر ما يمسى حزين. محمد بحرمتك يا محمد، محمد جاور البيت ونسعد، الله ربي حب سكن في قلبي، وانظر العربي انظر حبيبي محمد. سيد سيادي صفوة الرب الهادي، وطالب زادي وبالمضايا يا حماد. الله يعيشك، يعطيك الصحة حمزة. يعني ما كانش أجمل من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة ليست طبعا ككل ليالي. يعطيك الصحة، لكن أنا حابة نسقسيك حاجة بك. الطابع تاعنا ربما هو صعيب نوعا ما، وفي الوقت هذوك صعيب باش تحافظ على هذا الطابع. كيفاش يقدر حمزة والفرقة تاعو أنهم يحافظوا على هذا الطابع، وكما قلت أنه هو طابع صعيب يعني نوعا ما؟ بون كيما قلتي، طبع المالوف باسكو طوب هو موسيقى كلاسيكيه، موسيقى اكاديميه كيما نقولوا، تحتاج لتعليم، تحتاج لحفظ، تحتاج لواحد تما يكون صح يحب هذا الفن باه يتعلمه. احنا حبيناه من الصغر، تقدري تقولي من العائله، بعد من العائله تما الاذن تاعنا تربات على هذا الفن، المالوف العيسى وكل ما هو قسنطيني. كيما قلتي كيف راح نقدروا نحافظوا؟ اول حاجه كيما قلت لك هو لازم حبه في هذا الفن، لازم تكون كيما نقولوا احنا عندنا في الاله، لازم تكون مغروم بهذا الفن، تحس به، تفهم القصايد تاعو، تحس بالكلام تاعو، وتغنيه من القلب. كي تغني من القلب. والثانيه هو التعليم، ديما الواحد لازم يبقى في التدريبات، ديما لازم الواحد يبقى يريبيت، يبقى يداوم على هذا على الاله اللي راح يهزها، ولا على الموسيقى اللي راح يؤديها، لازم ديما يداوم عليها باه ما ينساش، باه ديما يكون في المستوى. في الغناء ككل الفرقة ولا الفرقة كما قلنا، المالوف والعيسى معروف عليهم، كاين العود، كاين فيونو، كاين الجوا كما نقولوا الفحل، كاين في العيسى وثاني كاين البندير، كاين الدربوكة، كاين الطار، ما دوما الآلات هي آلات تقليدية بوكوبليس. حنا دوك شوية مع الوقت حاولنا درنا كاين بلايص نزيدوا شوية حاجة عصرية، نزيدوا آلات عصرية كما السانتي كما كامي، أكثرية نخدموا تقليدي. التوثيق صح، التدوين والتوثيق صح، هذه حاجه نسيتها، هو التدوين ثاني الموسيقى، باسكو كما نعرفوا الموسيقى باه تدون باه ما تروحش، لانه الموسيقى كما ديك لا بارتيسيون لي نوت هذوك باه يقدر اي واحد من العالم يقدر يعزفهم، كون جا كاين تدوين هما قاعدين يديروا في التدوين. بربي ان شاء الله يواصلوا، حنا ثاني كجمعيه ثانيه بربي ان شاء الله رانا اسماني كونتاكتي سكال شيوخ في هذا الامر، غير باه يعلموا الموسيقى هذه اكاديمي كما قلنا، ما يبقاش يعلموها بالحفظ كما تاع بكري كانوا يحلموا من الحفظ، ما يعرفوا ما يخدموا ما يديروا موسيقى، ما ولو هكا بالسمع يحفظ يهز حفاظين صاحب الاله، مي لازم تدون به ما صراش، باسكو لازم صح تدون، لازم بربي ان شاء الله يسمعونا، يعني كل ان شاء الله يعيش كل استاذ ثاني تاع الموسيقى يعاونونا في هذا المشروع بربي ان شاء الله. شكرا. يعطيك الصحة حمزة. وسيدة ناصرة فصيح، نشوفوا أنه كما سبق وقلنا أنه في هذه المناسبة عندها طعم خاص، ما عرف غير كان غير أنا ولا أنت تاني، خاصة في قسنطينة. مثلا كي تدخلي للسويقة تشمي ريحة العنبر وريحة الجاوي، واو، وتشوفي كذلك اشياء حلوه بزاف، خاصه تلقاي هذوك النساء الكبار مازالهم بالملايه، تلقاهم مازالوا يشريوا هكا محارق الشمع. لكن طبعا هذا كله يوحي على اننا على انهم يتاهبوا الموعد الاستثنائي اللي هو ازدياد الرسول صلى الله عليه وسلم. قولي لنا سيده ناصره فصيح، هل العائله الجزائريه مازالت محافظه في الوقت تاع دوكا كيما بكري؟
يعني مازالوا كما كانوا جدودنا بكري. والله الأخت إيناس سؤال في محله، سؤال جدري. أنا من عشاق مدينة قسنطينة، يعني ما نقدرش نقول لك أنا أعشق مدينة قسنطينة، ولكن نقدر نروح بعيد على مدينة قسنطينة، بحيث يعني الخدمة تاعي والمشاريع تاعي يعني اللي أصبحت دولية إلا على مدينة قسنطينة. أنا السويقة ما نقدرش ما ندخلهاش، نبدأ بها هي الأولى، نشم ريحتها، نشم النكهة نتاعها، ولو أنه صاروا لي مشاكل كبار في السويقة، ولكن لن أتخلى عن السويقة. السويقة هذاك السول نتاعها من أروع ما يكون، مع تدخلي بعد تلقاي هذوك السول هذا، السول هذا ما نقدروش نتخلوا عليها من أبعد المستحيلات، لأنك تعيشي الأصالة، تعيشي التراث، تعيشي التاريخ، التاريخ الأصيل، تشوفي يعني تولي إلى الوراء، تولي الحياة هذيك الأصيلة الجدرية الحلوة اللي فيها النكهة تاع الأصالة وتاع الديار اللي تربينا فيهم اللي هما ديار عرب، ويبقى هذاك لو كوردون امبيليكال بين الحياة الأصيلة، الحياة النقية، الحياة مع الجيران اللي ما كانش بكري، يعني البرمة تغلي في الدار والجيران كامل ملمومين وما كانش واحد يبات بالشر. حاليا يعني اصبحت مانيش عارفه، البيبان بكل بالحديد، التيوق بالحديد، لي بالكون بالحديد، حتى يعني النكهه هذيك النسمه راحت، يعني صراحه النكهه هذيك راحت. ما على بالوش الواحد بالجار تاعو ولا كان دار النفقه تاعو ولا ما دارش، طيب ما طيبش، يا هل تراش هذوك الناس عندهم ما عندهمش، يعني نسأسفوا كثير على هذا الشيء اللي اصبحنا نعيشوا فيه. على هذه قلت يعني اصبح تغير جذري. ان شاء الله يعني احنا الكبار رانا قاعدين متمسكين بهذا التراث وبهذه الاصاله، وقاعدين نمدوا فيها. على هذه قلت قبيل لابني حمزه ماذا بينا انتم يعني تطليعوا على هذه لا جوناس اللي جايه، ولو ان يعني ماشي 100% لي جون يعني طيشوا هذا التراث، لا ما كانش منها، كاين مازال ديجا نشوفوا هذا الشاب الله يبارك اللي كان يقول بكري كنت صغير، مازال الله يبارك مازال مازال شاب صغير، وهذا هما اللي نعولوا عليهم باش يبقاو حاكمين المشعل هذاك بوغ ترانسميتر لو فلومبو ا دوطخ جينيراسيون، على جينيراسيون فيتور. وبربي ان شاء الله رايحين ينجحوا، رايحين ما يتخلاوش على هذا التراث. حتى من يعني المطبخ القسنطيني نشوفوا باللي تبدل بزاف. لي جون هادو دوك يقول لك انا ما ناكلش تختوخه، ما ناكلش الشوار، ما ناكلش التريده، كيما دوك نشوفوا في يعني في الموسم هذا التريده يعني راحت، كيما نقولها الصامطه والمفرمسه، المفرمسه عادوا ما يسمعوش بها اصلا وما عادوش يديروها. دونك نتمنى على هاد لي جون يحبوا هذا المطبخ وتكون لهم صله قريبه مع هذا المطبخ الأصيل، باش يبقى هذا التراث يمشي. كيما نشوفوا احنا بعض من الناس، وانا يعني نسافر كثير عبر المطبخ القسنطيني، لما يعرفوني باللي من مدينة قسنطينة واش يقولوا لي؟ إيه ثم دبرتوها المطبخ تاعكم رائع. دونك نشوف حلو بزاف بزاف المطبخ القسنطيني، عنده مكانة مرموقة، عنده مكانة أصيلة. ماذا بينا هذه المكانة تبقى تاع المطبخ القسنطيني، بيكم انتوما الطليعة، بيكم انتوما لي جون، بيكم انتوما وباللي يعني لا جينيراسيون اللي رايحين، انتوما أيضا تضموها لكم وتكونوها وتجبدوها لهذا التراث. شكرا. والله العشاء تاع المولد، يعني العشاء تاع المولد باين ظاهر، كاين اطباق متنوعه، عندنا تشختوخه، عندنا تريده تاع الكسكاس، للبعض يقولوا لها تريده تاع الموس باش الناس تعرف واش من نوع التريده، كاين الشواط، كاين المفرمسه. وانا يعني بطبعي ما نقدرش نتخلى عن جاري، دائما هذيك البريمه تاع الجاري، ويتبع طبق من يعني طبق العجائن كما نشوفوا احنا المطبخ تاعنا الله يبارك ثري
طيب الاطباق يعني تاع المعجنات وتتبع هذيك السلطات تتبع يعني المطبخ القسنطيني يعني السلطات تاعو في هذا اللماسم ولا النفاقي راح تكون يعني سلطه بسيطه ماشي راح تكون يعني سلطه كومبوزي ولا سلطه فهمتيني راح تكون سلطه خفيفه اللي نبعث من ارض المطبخ القسنطيني الاصيل. نعم يعطيك الصحة أستاذة ناصرة، ولكن أنا حبيت نسقسيك على حاجة. ربما أنا والكثير من البنات ما على بالهمش وش معناتها المفرمسة والصامطة، قولي لنا وش هو هما؟ الفرمسة ولا الصامطة يعني هي هو طبق قسنطيني أصيل حلو كيقولوا المفرمسة جاي من الفرماس، هو نفس الطبق يندار باللحم والدجاج بلا صوص طومات، والاخر يزيدوا له الفرماس. الفرماس بطبيعه الحال هو اللي يمد لها ذاك الطعم الحلو بور لا ديفيرونس يعني على لوتر بلا. هذا مكان هو نفس الطبق انا قلت لك هذا كيتحضر بالفرماس والاخر ما يتحطش فيه الفرماس. الفرماس هو كيف يقولوا له لي زابريك والمشماش المجفف يبسوه ويحطوه يعني كعوله. لا 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 خطي هذاك نو 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 خطي خطي صرا غير افوار ماشي هذاك. هذا يبسوه تتعلمي بربي ان شاء الله تتعلمي وتكوني من الشاطرات في المطبخ القسنطيني. يبسوه ويخبيوه هو تاكي كعوله ويديروه في يعطي هذاك لو كو اسيد اي سكري على هذيك يقولوا الفرمسه. شكرا. على بالنا كذلك سيدتي انه المطبخ القسنطيني هو مكلف نوعا ما، يعني عندنا كاين اطباق نخدموهم بالجوز واللوز ويعني اشياء هكا، حدثينا شويه عليه. فيما يخص الاطباق يعني الحلوه ماهيش يعني راح تدخل في مادام حنا رانا يعني نتكلموا على عيد الله عيد المسلمين لا والازدياد المصطفى عليه الصلاه والسلام. الشيء يعني ما راح يندار جينيرالمون في السهره، في السهرة يعني حلويات ولا الغدوة الصباح ولا الغدوة الصباح صبيحة المولد النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى الزاد راهو هنا حاضر معنا. دونك العائلات العريقة يعني المحافظة وخاصة المحافظة اللي مازالت تحتفي بأصالة وتاريخ. كاين بعض العائلات يديروا كما نقولوا حنا الزرير، لا هذا كي زاد وخلص يعني صباح الزرير.